Okay, so room jelly is extremely messy. Like you can see guys. غنقدوها نشعلوا بعد الضوا باش يبان لكم داكشي. اوبس يا بيتر. نقدوها مع بعضياتنا. دونك نبداو بالبيرو هو الاول. ما عرفتش كي غادي ديرو باش نوريكم كوز اي خصني نخدم بيديا بجوج وما عنديش ديك اللي كنحطو فيها التليفون ويصور. دونك خصني نحطكم في شي جهه باش تشوفوني. نشوف هنايا كاينه ولا سي جود. اول حاجه قرعه ديال الماء. خاصني شي ميكا ديال الزبل. هادي عامره دونك نخليوها نحلو الثلاجه ونحطوها هنايا. ما كيعجبنيش الشرب الماء بارد دونك خاصني نتفكر انني نخرج قرعه ديال الماء من تمايا. نجيبو ميكا ديال الزبل الاول باش نجيبها. ها هي ميكا ديال الزبل. نخشيو فيها داك الشيء كامل. باقي خصني ندير شي بلون ديال غدا حيت ما عرفت الاواخر اللي كيعجبني انا ندير البلون ديال النهار كامل زعما شنو ندير فيه وشنو ما نديرش فيه. حيت ملي ما كنديرش البلون ما كندير والو في النهار. النهار كامل كيضيع في الخوا الخاوي. نبقى نسكرولي في لانستا ولا شي ما كندير حتى شي حاجه مفيده النهار كامل. دو ديال طاي غير في جوبونس حتى من بعد نكون قادها حتى هي. خصني باقي عاود نغسل الماعن شحال من حاجه بزاف كاد حيت الشكاره ما خصهاش تحط هنايا. خاصني نخويها من بعد نستف داكشي اللي فيها. كيجي لاك ذيس بليز. كنعلم بهم داكشي اللي خصني صافي. خصني نخوي من هاد الشيء اللي فيه كونسيلر بيوتي بلاندر ولي زيات. اوكي سو الماعن العربيه. انا هي ما عندناش كوزينه في الروم. عندنا كوزينه وحده ديال الفلور كامل. طبيعي الحال ما غاديش نحط الماكله ديالي هكا كنخليها تما في الكوزينه حيت كلشي كيدخل ويخرج منها. اند الا جينا كل فلور الموبل كبير دونك كل طبقه وحده يكون ساكن فيها ديك 100 واحد 200 واحد كل طبقه وحده. دونك هادشي مستحيل نحطو في الكوزينه ديالنا حيتاش 100 واحد ولا 200 واحد الا استعملوا هاد الشويه ديال الكامول اللي عندي غادي تقعد في النهار. اوكي دونك كان ستور ديالي عندي واحد البلاصه هنا في البيرو ديالي تحت حتى هي اللي باغي خصني نوريها لكم ابري. اوكي نوريكم امامو. ها هي كنخبي فيها داكشي ديالي بحال كي نقدر نشرح لكم كنخبي فيه وصافي. اوكي نحطو عطريه ما هنايا. عندي كلشي هنا. عندي اتاي عندي الطحين عندي العطريه القهوه الحليب شوفان داكشي ديالي كنطيب بيه عاده. ديزوليكس مغطيه الكاميرا بصبع ديالي. اوكي فيكست السيروات وداكشي. مشطه بيرو ديالي فيه كلشي فيه كلشي من مشطه الشعر السيلوات المرايه كلشي كنحطو فوق البيرو ديالي كيولي مرون 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 حتى رجلي امبوي. اوكي صباغه ديال الدفران ندزل نضاضر حتى نحطو في البواطه. نضاضر ديما كننسى وعندنا تكون شويه نضاضر هنا كيدارو غاليين سو ميمكنش انايا نبقى نقمش فيهم كل جوج دقايق. كنحتاجهم حيتاش كنخدم في البيسي بزاف. من غير داكشي ديال القرايه ديالي شو شعري من غير داكشي ديال القرايه ديالي كنحتاجهم باش ننجوي الوقت ديالي داكشي. ودونك كنخدم بالبيسي اكثر من القياس. العينيه ولاو كيضروني ماشي كيضروني مي كيعياو ليا كيعياو ليا بالبيسي. دونك خصني ضروري نضاضر ديال نضاضر بروتيكسيون باش نحميهم من الاشعه ديال البيسي من اش نحميهم مثلا. بون خاصني باقي ديما كننسى كنقول ندوز عند مول نضاضر نشري داك الرشاشه اللي كنرشو بها باش نعاد نمسحو. ما ديما كننسى حيت بعيد عندنا واحد شويه مقربش بزاف وانا معكازه كيكون عندي بزاف ما يدار في النهار لدرجه انني ما نقدش نضيع الوقت باش نمشي حتى عند مول نضاضر على قبل غير الرشاشه ونرجع في حالاتي. جوبونس كو ما غاليش رخيصه غير هو الوقت ما كاينش. ايوا الوقت هو كلشي. قال لك تايم از ماني الوقت هو الفلوس. الا خدمتي غير شد الفلوس. اوكي نخشيو ونضيضراتنا في
تران ها هما دابا خصنا نبقاو نمشي بلاصه فين كنحطهم ديما حيت كنش كنحطهم ديما فوق الثلاجه ليترلي صافي اي بلاصه ديما كنحطهم هنايا فوق الثلاجه حيت حدا البيرو ديالي حدا كلشي ديالي صور so it's convenient for me but at the same time it's not convenient that much so خصني ديهم شي بلاصه اللي تكون قريبه كلشي بالنسبه للناس كيبقاو يسولوا على البلان ديالي ها اش كنبقى ندير كنشد ورقه وكنبقى نعمرها شنو خصني ندير في النهار شنو ما خصنيش نشوف هذه العامره عمراتي يا صور ورقه عامره من بعد ملي كنسالي كدوز داكشي كنقطعو كنلحو بالزل سويا خصني نشري بلانر حتى هي ديما كنساها شي حاجه بحال هادي بيرو هادي اللي راه سميتو تشاينيز ووردز ديز ار اول تشاينيز ووردز كنبقى نديرهم باش نتفكر مره كنحلها باش نقرا تشاينيز ووردز اللي كنعرف بالنسبه للناس اللي يسولوا انا دابا في الاتش اس كي 3 قربنا نساليو باش ندوز للاخر اتش اس كي خصني نقرا اتش اس كي 4 ملي كتوصل الاتش اس كي 4 كتولي فلوينت في الشينوي هذيك الساعه كيكون مفترض خاصك تكون دوي بها نورمال قد دوي بها في اغلب في المواضيع اليوميه ديالك وداكشي توقف مع الشينوي تفهموا اشنو كيقول لك بالضبط مضبوط وتكون قادر على انك تجاوبه واش وصلت عندك نيفو بس شي نو اوف كورس نو صافي ملي نوصل عندك نيفو راه باش دوي مع شنو حيت راه كل كلمه عندها نطق يعني كل واحده ما مثلا ما تقد نخرج بها بوم ديال الكلمات اللي الا قلتي غير ما كيعنيو داكشي كامل شنو غيجي عندك يطلق عليك واحد الجمله قدا قداش كيفاش غادي نتايا عقلك يستوعب دوك الكلمات كامل اللي كيقول في انا وانا ما بديش على الزيت عتهو فوق البيرو اوكي نحطو في بلاصه ديال ستوراج هنا اوكي سو بيس مش طال الشعر نديوها الطواليت اوكي and I'm back so خويت تقريبا واحد شويه ديال سميتو بقات لي المرايا هاد المرايا ماشي تاعي تاع روميت ها هي اتس كيوت اوكي نسدوها ونحطوها الروميت نحطوها للروميت بلاصتها كوز يا بس مع بس تا هو خصني نلقى لي شي بلاصه ديما فاش كنحطو في البيرو ديالي ما عادش كيعجبنيش فوق البيرو كيبان لي ديما البيرو عامر انا بيروي كنبغي يكون خاوي ما فيه والو الله يكلف علي خاوي باش نجي نجلس فيه حيت راه البيرو باش نكونوا فاهمين حنا ما عندناش طبله في الروم صغيره على انك تجي فيها طبله كبيره وتحطها باش داكشي سو البيرو هو الطبله ديالي هو البيرو ديالي هو البلاصه فين كنجلس باش نشرب قهوه ولا شي حاجه هو البلاصه فين كنقرا هو البلاصه فين كنانجوي الوقت ديالي وكلشي ناموسيه كنخليها غير الا كان الا كنت عيانه الا عييت من بيرو كنت مثلا كنانجوي الوقت ديالي وباغا نقرا شي قصه ولا شي حاجه كنمشي للناموسيه شي حاجه بحال هكا ولا ودنا الناس حيت الناموسيه ما كنبغيش ندير فيها شي حاجه اخرى من غير الناس باش ملي يبغي الناس كنحط راسي تمايا عقلي بوحدي يقول مع دماغه هذا وقت ديال الناس خاصك تنعسي حيت ديجا انا كنبقى صعيب أن ولا صعيب عليا الناس كي كنحط دماغي كيبقى دماغي خدام 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 ما كيسكتش باش يخليني الناس دماغي كيبقى كيفكر في التخربيق خوال خاوي كنا كنفكر في شي حاجه مهمه أو شي حاجه اللي مفيده كنفكر في التخربيق يو نو بيسي التخربيق سو الايبودز ديالي خليتهم عند صاحبتي اند دابا خدامه بليزيات اللي ماشي اصلا ديالي غير متلفه من عند رومي ديالي حيت الايبودز ديالي الله يخلف على واحد صاحبتي مازال ما رضاتهمش ليها اند اتس اوكي ماشي واقفه عليهم زعما ديك الدرجه اور سامثينغ ولكن يو نو سامتايمز اي نيد ذم especially في الكلاس روم حيتاش ميمكنش يبان السلك ديالي زيات لي بروف ما يقولوا والو ولكن اس ديسريسبكتفول انا كيجيني سويلي ديسريسبكتفول ان شي واحد كيحاول يشرح لك شي حاجه نتايا هاز لي زيات ديالك وجالس خدام بلي زيات قدام داك البروف واخا ما يكومونتي والو ولكن انا ما يعجبنيش صراحه اللي دار لي شي واحد بسي اذا كان ما يعجبكش الحال ان شي واحد يدير لك شي حاجه ولا يقول لك شي حاجه انت ما ديرهاش الناس اوكي treat people like you treat yourself كلارو هنا هاد البيرو انا ما فهمتش اصلا شنو هادشي كامل فيه like I really do not understand فيه a lot of things اللي I really like what's this نقول هنا ميك اب مخربق what is this this is a lot of stuff اللي frankly I don't know what's that shit بسي I don't know okay so فين حطيتي معاش انا عندي بروبليم مع شي ديال السلوكه ما كنعرفش نحطو وكنبقى
هاي كنشير بيه لك شير هنا شير هنا عندي بخور دائما متى مع الميك اب ديالي ما كنقدش مفترض بيرو خص يكون منظم بيرويا بيرويا عقلي بقوت مخربق بيرويا مخربق اوكي عقلي بقوت مخربق لمسيتي مخربقه ثلاجتي مخربقه كلشي مخربق كلشي سو ذيس از ذا اوكيجن نتوما معايا نقادو الروم نستفاو نشوف شنو فيه ها حيت عندي بزاف ديال الحوايج كنسولي اصلا بلي عندي يو نو هذا دروسة دي اختي الصغيرة جات معايا من المغرب وباقا عندي وما كنخدمش بها كاع كنحطها نفكر بها اختي الصغيرة ما عرفتش اصلا شنو فيها فيها شي حاجة اللي ما خدامينش اي ثينك فيها هاد السيل تا هو جايبها معايا من المغرب الا راه اتس جاست نورمال وان ولكن دايره لي هاد لو تريك هادي اوكي فيها بزاف ديال السيلوات بزاف ديال الفترات اللي ما كنخدمش بهم كاع اوكي سو هاد الدروسة عبارة عن السيلوات اللي ما كنخدمش بهم يا هادي اون ذا اذر هاند هادي فيها كاع السيلوات اللي زوينين اللي كيعجبوني بزاف لدرجه انني ما كنسخاش انني ما نقدش ما نخرجش فيهم ديز ار ماي بيوتيفول كلهم كيكتبوا زوينون هذا مثلا هذا كيعجبني كتب به التشاينيز كاركترز حيت حيت رقيق لدرجه ان التشاينيز كاركترز كيخرجوا كيسقوا زوينين ياسي راس ديالو رقيق بزاف لدرجه ان حيت التشاينيز كاركترز خاص الخطوط يكونوا واضحين ستيلو غليظ الا كنتو كتعلموا الشينويه نصيحه ملي تكونوا كتكتبوا التشاينيز كاركترز اختاروا شي ستيلو يكون رقيق كاز هذاك ستيلو هو اللي يخرج لكم كاركترز زوينين ومفهومين هادشي كانت كتقولنا البروف ديالنا كان ديما كتقولنا السيلوات اللي راسهم غليظ خليه للكتابه ديال لونغلي كيجي زوين في الكتابه ديال لونغلي فرونسي عربيه كيجي غزالين في العربيه شينوي اون ذا اذر هاند اختار ديما ستيلو رقيق ايلاينر براش خصني نغسلها كوز اتس ديرتي انف سو حتى هي نغسلها من بعد ولكن دابا هذا ما خصوش يكون هنايا الفيوريسون كيعجبني ماركي به ملي كنلقى شي حاجه زوينه في شي كتاب انا عزيز عليا ماركي داكشي الزوين دونك كتاب مستحيل نقرا كتاب الا قريت كتاب كامل وما احتاجيتش انني نهز هذا ذاتس ا شيري بوك اللي ما عمري ما نعاود نقيسها عاوتاني خاص ضروري كتاب ملي نقراه نلقى شي حاجه فيها زوينه لدرجه انني بغيت نماركيها ونتفكرها دونك كنماركيها من بعد كنتفكر كنهز داك الكتاب وكان انا ما كنبقاش نعاود نقرا كتاب كامل ما كنحبش نتفرج نفس الحاجه ولا نقرا نفس الحاجه المرات دونك اشنو كندير كنماركي داكشي الزوين وملي كتوحش داك الكتاب كنهز داك الكتاب كندوز على كندوز بحال هكا صبعي على الصفحات كاملين وملي كيبان ليا الماركر كنوقف كنقرا ديك اللقطه وكنتفكر اشنو طرا في ديك اللقطه وعلاش عجباتني وكي هكا باش كنعاود نليفي ديك المومنت اما باش نقرا كتاب كامل باش نلقى دوك اللقطات الزوين نو نماركيوهم نقراو هذا خصو يمشي حدا بلاصه ديال الراس اللي فيها الكتب واحد نحط الكتب تما نوريكم مالنا حنايا ها ديز ار ذا بوكس ذات ام ريدين ناو ذس وان از ليتست ذات اي ستارتد انا ماركي بهذيك فين واصله يو سي سو يا اند ذير ار اذرز هذاك ديال كولين هوفر هذا كملته في الاواخر كملته انا اتس جود ذا اند اي دينت لايك ذا اند اوكي اتس تو ساد فور مي ما كيعجبونيش الاندينز اللي كيكونوا ساد ذيس وان از ا جود وان ذيس وان از اوسم يا فيريتي از ماي فيفوريت بوك ديال كولين هوفر كتب اخرين ارشيتي هذا تو ديال كولين هوفر and I don't know what to say it's really good هذا راه الجزء الثاني ديال هذا by the way it's really good but at the same time because this one was so tragic at the end ما بغيتش نحرق عليكم الناس اللي كيقراو كتب I think most of you يكونوا سمعوا بكولين هوفر من قبل وبالخصوص it ends with us هذا الكتاب هذا مشهور اكثر واحد I think مشهور and it doesn't deserve it والله الا هاد فيريتي هذا الا حسن بزاف فيه واحد البلوت تويست في الاخر اللي دماغك غيوقف غتبقى كتفكر فيها عمرك ما تنساها اوكي بحالو بحال The Silent Patient الى الناس اللي فايتين سامعين بيه The Silent Patient لك تقاري shout out to you and I'm sure بلي that book still lives with you till now in your head او شوف كاي داليا اوكي so one moment guys I'm coming back اوكي so basically جمعنا البيرو دابا قديناه باقي خاصني نقاد المجوره باقي خاصني نقاد ناموسيتي مي مشى الحال سو غنخليها حتى المره الجايه ماشي الناس حيت غدا قريب كري قريب مع 8 ديال الصباح وخصني نفيق مع 7 باش عاد ندير داكشي ديال الصباح ديالي روتين ندير ديال الصباح ديالي عاد نمشي سو اجي نخليكم هذا هو الاخر ديال الفيديو
نشوفوا شي فيديو جاي اللي ندير فيه شي حاجه. هذا الفيديو هذا غير تجريبي، ان شاء الله نعاود ندير معكم، نوريكم شنو كاين في الروم ديالي وداكشي بشويه علينا، نقاد فيديو زوين اللي يعجبكم. هذا كان غير كتجربه باش نعتاد على شنو هادشي. باقا كنحاول نقرر شنو الكونتوني ديالي غادي يكون، مي غادي نحدد داكشي عما قريب. نشوفكم فيديوهات جايين، كنبغيكم بزاف 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 بزاف. باي باي.